السلام عليكم، مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نهضروا نتكلموا على المدرب السيدات المغرب قبل مواجهة فرنسا. قال لهم انا فرنسي بقلب مغربي. خويا خدام، وظيفة تاعك تتطلب عليك حط يعني كل لازم ترد اعتبار روحك. حنايا نعقلوا لها مليح 86 يعني صرا كرون تاع اللعابه، لعب في المكسيك منتخب الوطني الجزائري. هذه قصه ماشي قصه، هذه صرات. وين صراو مشاكل يعني كرون صرا كرون، لعاب محترف مع لاعب محلي ماجر وجمه وقندوز وجمعته بالمبروك وماروك وكلش وجمعته، صراو مشاكل. من بعد من اقصيو في من حصلوا في سعدان، ومن بعد طردوا سعدان. سعدان باش يرد الاعتبار لروحو، باش يرد الاعتبار لروحو، يروح يدور يدور يكذب يكذب الرجاء، الرجاء المغربي. هذه باش يكون على بالكم. يجي منا من الجزائر امام مولوديه وهران يلبد كاس افريقيا الاولى للرجاء واول نهائي لمولوديه وهران، ربد له منا الكاس ورد الاعتبار روحو. اما انتايا كانوا قادرين تخدم مع المنتخب الفرنسي تاع النساء، كانوا قادرين يعيطوا لك، بصح انت كي ما عيطوا لك شي وامنت فيك المغرب وجابوك، يعني اليوم مد كلش المغرب. ما تقولش درابو تاع فرنسا ولا، انت ما راكش خدام تحت الدرابو تاع فرنسا، راك خدام تحت الدرابو تاع المغرب. يقولها لك زير روحك انفقوا بيك. وقال المدير الفني المنتخب المغربي النسائي لكرة القدم الفرنسي بيدروس أن سقف طموح سيدات الأطلس بعبور إلى الدور الثمن النهائي لكأس العالم تحقق، وأن الفريق سيلاقي منتخب دجاج فرنسا بطموح كتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم النسائية العالمية، بالرغم من علمه مسبق بقوة الفرنسيات بيعتبرن أكثر قوة وأوفر حظ للفوز بالمباراة. كان لا حضر والو، مش على اللي عندهم عندهم هذوك كاش حكيت استاذ. وما احنا عندنا لعابات محترفات يلعبوا في اوروبا، لازم انت تحط شتا عندك في الميدان خطط، يعني انت راك عارف يعني لادفيرسير كيلعب وتعرف لادفيرسير كيلعب، راك على بالك كيفاش يلعب لادفيرسير، راك عارف لي فرونسي كيفاش يلعبوا، وراك عارف التحركات خاصة النجمة تاعهم كابيتان ديكيب تاعهم هذيك تعرفها كيفاش تدور كيفاش تخمم كيفاش على بالك كاشتا كاين. هذه هي لازم تبين لها بلي على بالي بيك في البارتية، كي تبدا البارتية على بالي بيك. تبغي تبدل الأفكار تاعها قال لك جات بي تمشي مشية الحمامة تلفت مشيتها ومشية الغراب. هذه هي هذه هي خويا، على ذيك وين يواجه المنتخب المغربي نظيره الفرنسي على الملعب يعني بمدينة استراليا لحساب ثمن النهائي مونديال سيدات الجارية حاليا باستراليا ونيوزيلندا الى غاية 20 من شهر اوت الحالي. وقال بيدروس في مؤتمر اعلامي تقديم للمباراة يوم الاثنين ان الكثير من الخصوصيات تخيم على المباراة على اعتبار وجود لاعبات ضمن صفوف لبؤات الاطلس يحملان جنسية فرنسية ويلعبان في أندية الدوري الفرنسي، زيادة على كونه فرنسي سيواجه منتخب بلاده. يا ودي مع الناس هذيك الأمور، حنايا مع الناس هذيك الأمور، حنا مع الناس، حنا هذو اللاعبات يلعبوا مع البلد الأصلي تاعهم. هذه هي. وتابع بيدروس موضح صحيح أنني فرنسي لكن قلبي مغربي. هذه هي خويا، قالك لكن قلب تاعي راه مغربي. ونتمناو ان شاء الله بربي وين تكون المباراه في صالحنا حنايا. هذه هي يعني وين، لكن قلبي مغربي، انا هنا يعني منذ هنا مع المغرب منذ 3 سنوات. هي يقول لك 40 يوم تصبح من ذاك القوم، وين قمنا خلالها بالكثير من العمل الجاد المتواصل. لدينا اهداف محدده نريد تحقيقها، وجئنا هنا لنمثل بلد بأكمله، يقف خلفنا جمهور يدعمنا، ولدي لاعبات رائعات. أنا فعلا أحب ما أقوم به مع المغرب،
وسعيد جدا بذلك، والآن أريد أن أحقق معه مع هذا الفريق التأهل إلى الربع النهائي، وسأفعل كل شيء من أجل بلوغ هذا الهدف على حساب فرنسا. بالتوفيق إن شاء الله بربي، الله يوفقكم إن شاء الله. هذه اللي نقولها. وبخصوص مواجهتي لعدة لاعبات ضمن المنتخب الفرنسي، سبق له تدريبهن في بعض الأندية بالدوري الفرنسي، قال بيدروس يعني أقدر وضعهن في الفريق، يعني دربت سابقا، أعرف طريقة لعبهن جيدا، إنهن لاعبات قويات، لكننا من جانبنا يعني سنفرض يعني سنخوض مباراة بطريقة ذاتها التي لعبنا بها مبارتين كوريا الجنوبية وكولومبيا في الدور الأول. فرنسا تركز على فريقها ونحن أيضا نركز على أنفسنا. واعترف المدرب المغرب بضرورة رفع المستوى لاعباته وتحسين أدائهن في المباراة أمام فرنسا، إذ ما رغبنا في تحقيق المفاجأة الثانية ومواصلة مسارهن في المونديال. وقال علينا أن نكون أكثر فاعلية وأكثر شراسة وأيضا أكثر انضباط والتركيز، خاصة في المرور في حالات الدفاعية إلى الهجومية. ووصل هناك العديد من الأشياء والتي يتواجب وضعها في المكان الصحيح. نريد من المباراة فرنسا أن تكون استمرارية لما قدمناه أمام كوريا الجنوبية وكولومبيا، وعلينا أن نكون حذرين لأننا نواجه منتخب قوي جدا، لأن الآن نحن في الثمن النهائي وعلينا أن نحسن مستوانا، علينا أن نمتلك الكرة بشكل صحيح وأن نكون أكثر شراسة في حالة فقدانها لنسترجعها بسرعة. العبور للربع النهائي على حساب فرنسا ليس بالشيء الهين، الأمور صعبة جدا. واعترف بيدروس بالأفضلية التي يمتلكها المنتخب المنافس في مباراة تبع المنتخب الفرنسي، هو مرشح الأوفر الحظ للفوز والتأهل، وكذلك كان الأمر بالنسبة لكوريا الجنوبية كولومبيا قبل أن نلعب ضدهما، يعني لم نكن نحن مرشحين للفوز، لكن الملعب شيء والورق شيء آخر، وهذا هو سحر الكرة، إذ يعطيك الأمل في تجاوز ذاتك وتحقيق المستحيل، إذ كنا في أفضل أحوالنا يمكننا فعلها، سنلعب دون هوادة. هاي عندكم تبر يسالكم يا خويا، دروك عند اللعابه شوف المدرب غادي يدير كلش، ونشوفوا المستوى تاع اللعابه، هي غادي نديروا كلش ونشوفوا المستوى تاع اللعابه. وكشف المدرب الفرنسي ان جميع لاعبات المغرب جاهزات لمواجهه وتخلص صفوفنا من اي اصابه، باستثناء قليل من اعياء الذي تعاني منه بعض اللاعبات. واكمل بيدروس، سانتظر الحصه الاعداديه الاخيره مساء يعني من أجل تحديد التشكيلة التي ستدخل بها المباراة الغد على ضوء جاهزية البدنية والذهنية لكل لاعبات. أخبرتهن أننا حققنا هدفنا من المشاركة في المونديال بعد تجاوزنا الدور المجموعات، ليس لدينا ما نخسره وعلينا بذل مجهود لمواصلة التألق في كل شيء، يعني في كل أحوال المغاربة فخورين بهم مهما كانت نتيجة المباراة فرنسا. لا لا، فرنسا يباغيكم تربحوها، الله يرحم الشوابي، أنا وعد الناس فرنسا باغيكم تربحوها، والله العظيم باغيكم تربحوا فرنسا. لا لا، ربحوا فرنسا، ربحوا فرنسا، أنا أقول لك لا ليك تربح فرنسا، ليك اربح فرنسا، اربح فرنسا، اربح ما اربح وارواح ما عليش، شو نربحوا فرنسا ولا بيكاليفو يكاليفوهم يروحوا يلبوا، ليس على اليوم، المهم حنا نربحوا فرنسا، ولا بغاو هما يروحوا يلعبوا بلاصتنا حنا غادي نجو، حنا نربحوا ونجو، ولا بغاو هما يلعبوا تاعهم يلعبوا، الله يسهل عليهم. لا لا لا، نربحوا فرنسا، مانيش باغي فرنسا، ماني انا ننظر نشوف فرنسا فرحانه، ما نبغيش فرنسا تفرح بالتالي كاع، هذه حاجه انا حاجه هذه انا كيما هاك، سمحوا لي انا فرحه اللي يربحوا التوانسه، كي يربحوا فرنسا ما كاش فرحه اللي فرحتها بالك خير من التوانسه. نهار دي فرنسا خسرت امام تونس، والله بالك فرحت فرحه، بالك فرحت فرحه خير من التوانسه. والنهار اللي المغرب خسر مع المغرب، مع المغرب خسر مع فرنسا،
امنوني بالله بالك تنازبيت اكثر من المغاربه. اي انا نقولها لكم كيما هكا، هذه حقيقه اللي نقول لكم فيها، ما نكذبش عليكم. بالتالي ما تنساوش عطونا جيم كومونتير، بارطاجيونا لي فيديو، اللي مشي ابوني ابوني معنا، عطونا لي جيم، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم. صايت وخالتي.